العبارة 4. في العبارة وائل كان يتوجب عليك كتابة الشرط، كما كان يجب تغيير قيمة المتحول الشرطي ضمن بلوك الكود بعد الشرط وائل حتى يؤثر على الشرط ويتم إنهاء الحلقة حتى لا يتم الدخول في حلقة لا نهائية. إن الحلقة 4 توفر عليك الكثير من العناء وتؤمن لك هذه العمليات في سطر كود واحد كما هو موضح في البنية التالية. افصل كل عبارة ضمن قوسي التعليم 4 عن الأخرى بفاصلة منقوطة. يتم عادة إسناد قيمة بداية لعداد الحلقة 4 ضمن أول تعبير، ثم نضع شرط اختبار ضمن التعبير الثاني، وأخيرا في التعبير الثالث نضع تعبير التعديل على متحول الحلقة. سنقوم الآن بكتابة المثال السابق لطبع مضاعفات العدد 2 الأصغر من 42 باستخدام حلقة 4 ضمن ملف نصي. وضمن معرفي البداية والنهاية في لغة PHP اكتب عبارة 4، ثم أسند القيمة 1 لعداد الحلقة counter. اكتب شرط الحلقة وهو counter أصغر أو تساوي 21. قم بالتعديل على المتحول counter بالزيادة 1 في التعبير الثالث. ضمن قوسين اكتب كود التعليمات الذي ستقوم عبارة 4 بتكرار تنفيذه، وهو عملية طباعة رقم المضاعف في استخدام المتحول counter بالإضافة إلى المتحول counter مضروبا ب2 وذلك باستخدام الأمر print. ولا تنسى نقل الخرج إلى سطر جديد باستخدام المعرف br. قم بحفظ الملف بالاسم 4.php. افتح مستكشف الويب ثم افتح الصفحة 4.php وستجد أن المستكشف قد طبع مضاعفات العدد 2 الأصغر من 42 بالترتيب.